بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا وسهلا بكم من جديد في درس جديد من دروس المستوى الثالث في مكون المسرح لمجال الحرف والمهن تحت عنوان صناع بلادي. درسنا اليوم هو من دروس الأساس في التربية الفنية، الصفحة 47، الهدف تعرف التقليد والحركة للتعبير مسرحيا. التعبير مسرحيا بتوظيف التقليد والحركة للتعبير. أما الوسائل المطلوبة من المتعلم فهي الكراسة، ثم مطرقة بلاستيكية أو من الكرتون يصنعها بنفسه، وقرص من الكرتون ليمثل به صينية. عدد الحصص حصتان. تابعوا الشريط إلى نهايته لتفهموا الدرس جيدا. تابعوا معنا بعد هذا الفاصل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ألاحظ وأستكشف، أتأمل المشهد وأصل بخط. إذن هذا المشهد مما يتكون؟ تأملوا جيدا معي هذا المشهد المسرحي. يتكون من 4 مواقف. الموقف الأول يمثل فتى يصطاد. الموقف الثاني يمثل فتاة تعزف. الموقف الثالث يمثل فتاة تنظف الأرضية. والموقف الرابع يمثل فتى يحاول القنص. والآن بعدما تعرفنا على مواقف هذا المشهد، لنحاول أن نصل كل مشهد بالبطاقة المناسبة له من بين البطاقات التالية. البطاقة الأولى تقلد منظفة. البطاقة الثانية تقلد عازفة. البطاقة الثالثة يقلد قناصا. البطاقة الرابعة يقلد صيادا. إذن نلاحظ أن هذه البطاقات كلها تتحدث عن التقليد، وهذه المشاهد أيضا في أبطالها يقلدون حرفا معينة. إذن لنبدأ الجواب. المشهد الأول يمثل فتى يقلد صيادا. المشهد الثالث يمثل فتاة تقلد منظفة. والمشهد الرابع يمثل فتى يقلد قناصا. أما المشهد الثاني فيمثل فتاة تقلد عازفة. أطبق وأتمرن. أستعمل إكسسوارا واحدا لأقلد حرفا ومهنا مختلفة. هذا الإكسسوار هو الصينية، وكما تعلمون أن الصينية شكلها دائري. إذن ما هي هذه الحرف والمهن التي سنقلدها لنتعرف عليها؟ أولا أوظف الصينية لأقلد نادلا في المقهى. هذه صورة لنادل في المقهى يحمل في يده صينية. ثانيا أوظف الصينية كمقود لأقلد سائق حافلة، وهذا سائق حافلة، ومقود السيارة كما تلاحظون فهو دائري الشكل يشبه شكل الصينية. ثالثا
أوظف الصينية كدف لأقلد ضابط إيقاع. هذه صورة لدف وشكله شكل صينية دائري. إذا المطلوب منكم أعزائي عزيزاتي أن تصنعوا صينية من الورق وتقومون بتقليد هذه الحرف والمهن بواسطة هذا القرص، أو تقلدون مواقف حرف ومهن أخرى. أعبر وأبدع. إذا أصنع مطرقة ثم أوظفها لأقلد الحرف والمهن التالية. المطلوب هو إحضار مطرقة من البلاستيك أو من الكرتون، اصنعوها بأنفسكم، أو إذا كانت عندكم جاهزة وظفوها. فيما سأوظفها؟ وظفوها في تقليد الحرف والمهن التي تستعمل فيها المطرقة. مثلا هذه الصورة صورة لإسكافي يقوم بطرق المسمار بواسطة المطرقة ليصلح الحذاء، والإسكافي هو مصلح الأحذية. المهنة الثانية، هذا نجار يقوم باستعمال المطرقة لنشر الخشب، إذن فهو نجار. الصورة الثالثة تمثل من؟ تمثل قاد يحمل في يده مطرقة. إذن وظف المطرقة لتقليد هذه المهن والحرف، أو لتقليد مهن وحرف أخرى تستعمل فيها المطرقة. أتذوق. أتذوق جمالية تقليد الشخصية. إذا لاحظوا هذه الشخصية، شخصية من؟ هي شخصية كوميدية معروفة أضحكتنا كثيرا، إنه شارلي شابلن. لنحاول أن نقلده في بعض مواقفه الهزلية والمضحكة. التعلم الذاتي. بعدما تعرفتم على بعض المهن والحرف وبعض إكسسواراتها، ليقم كل واحد منكم باختيار مهنة أو حرفة معينة ويهيئ لها جميع إكسسواراتها، ثم يقوم بتشخيص مهني أو حرفي تشخيصا جيدا ويسجله، ثم يقدمه لأستاذه أو لأستاذته. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع درس آخر.